وبرباط العاصمه اليوم غادي نتجهوا باش نستقبلوا جوج ديال المصممات جاوا يشرفونا ويقدموا لنا اخر تشكيله ديالهم مع الجميله ليلى حديوي. صباح النور مره اخرى. صباح النور مره اخرى سميره، وصباح الخير مره اخرى للمشاهدين. اذا عندنا مصممتين اليوم اللي جاونا من مدينه الرباط وجاونا بالجديد ديالهم، مصممتين اللي بهروا بالابداع والاتقان ديالهم لا في الخدمه ولا في الاثواب. معنا زينب بن صالح، مرحبا بك معنا في صباح يا دوزام. شكرا. ومعنا لالا نجاة عراب، مرحبا بك معنا في صباح يا دوزام. بارك الله فيك، الله يكبر لك. نهار كبير هذا اللي جيتونا، جيتونا بلا ديغنيغ كوليكسيون ديالتكم. يعني انا في الحقيقه تلبس باش نختار لي توني ونديالك بين البرهان. هي ديالك بين البرهان تبارك الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. ودرتيو حتى ديال الرجال ودرتيو حتى للنساء، وهذا الشيء اللي غادي نشوفونا مشاهدينا هذا النهار. وهذه كنظن بان هي اخر حلقه في هذا لا سيزون ديال اللباس التقليدي ديال هذه السنه هذه. دونك غادي نختموا بالمسك. نختموا بالمسك ان شاء الله. اكزاكتومون سميره. اذا نعرفوا المشاهدين بزينب ونجاة، شنو العلاقه اللي كتجمعكم؟ كتجمعني بنجاة علاقه صداقه وطلقتنا الخدمه. الحمد لله عندنا ميم جو، تلاقينا في هذا البوان هذا. يعني وحده عندها يمكن كماليات وحده كتكمل الاخرى. نجاة شنو لو بوان فور ديالك؟ علاش مثلا اختاريتي زينب؟ حيت كنرتاح معها من ناحيه ديال لاكوب كنرتاح فيها. انا كيعجبني الاثواب الشكليات الاثواب، واللاكوب ديال زينب كنرتاح معها يعني. وحتى الالوان منسقه، تنسق معها في الالوان، كنكونوا كنتفاهموا ما بيناتنا، كيدوز لوكور. انا فريمون متشوقه المشاهدين ومتشوقه باش نوريكم هذا العرض الشيق الجميل الرائع. وغنبداو بجليل البوغ اوم. غادي نشوفوا اول لبسه اللي مقترحين علينا للرجال، لاننا لا نستثني الرجال كذلك في صباحيه دوزام. اذا نشوفوا اول لبسه كنلقاو هنايا، كاين سرور قندريسه بجبادور حيث الصندوق مع قندوره زواق المعلم. ومزيونين ذوك الكميمات اللي جاو باينين فوالا، نفس الخدمه اللي كاينه في الكمام. تبان الخدمه. نكملوا العرض ديالنا مع العارضه الاولى اللي غادي نشوفوا لا كوليكسيون ديالها. يعني فريمون درتي كل توب اختاريتو ودرتو بواحد القصه، واحد شنو هي هاد يعني الشكل؟ لا ماشي الشكل، واش نتوما كتخدموا على اون تيماتيك ولا كتخدموا على حسب لو كود كور ديالكم؟ على حسب يلا حسب لو كور لو كود كور اي او بلوس على حسب لا ناتور، حيت لا ناتور راه فيها لي كاتر اليمون لي كولور، يعني لو جون لو بلو لو فير. دونك اوسي بيان كو على حسب الخدمه ديالنا، على القفطان ديالنا تبقى عنده الخدمه ديالتو ديال الزمان، ولكن تبقى في الشكل التقليدي وتبقى مودرن اوسي كو مودرن، فهمتيني؟ شنو هي اللمسه الاضافه اللي زدتو بجوج؟ لا توش ديالنا لان سي كو لا دونتيل اون لا في، حنا واحد لا بريسيزيون اون لا في. الا شفتوها في التحت في الجلايل ديال التكاشط ديالنا، غتلقى واحد النوعيات ديال الشكل اللي حنا فكرنا فيه بان نوعيه داخله على القفطان ديال الزمان، ولكن الشكليه ديالتو مودرن يبقى في الصميم ديالو، ولكن الشكليه على نوع مودرن. الوغ هاد اللبسه دي عجبتني، هادي فكرتني بلي زونسيان توني القدام ديال ماروكان جويف، ياك تيم باروك هذا. نخدم تيم باروك بس ان فلور دو سوا. القفطان لامي مخدوم بالزواق ديال المعلم، وذوك الحجيبات كلهم بالحديد تمبات ديال الحديد ياك؟ لا عقيق. هاد لا توني فريمون ثقيله، كتشد حتى الوقت ديال الخدمه، وفي نفس الوقت كيف قلت قبيلك فريمون كنلقاو ديك اللمسه اليهوديه فوالا، يعني قصتو ان بو دو تو بربريه شويه. دونك نكملوا العرض. هذا سي تو بروشي الفوق دو تيسو تول زائد ساتان دوشيز. الو هنا فاش جاتني الفكره، يعني الاضافه اللي درتو هي في لو تول اللي درتو بحال ان جوبون. وي هذيك جوبون ديال تول
كيعطي الغابيل الغابيل البروشي بالطريزه ديالو كيعطي الغابيل ومنبت بالطريزه ديالو. يعطيكم الصحه. اخر مره كنتو درتو عرض الاجزاء ديالكم في مدينه الرباط وكان عندكم اقبال كبير كبير وما قدرش ما نقدروش نوري المشاهدين البيسات كاملين اللي صوبتو ولكن فريمون كان اقبال رائع رائع واخا ما جيتش ولكن راني شفت الصور وشفت لو روندو. نكملوا العرض. واو هادي سي مودرن. سي لا كوتيرين. ساتان دو سوا قفطان. التفينة فيها الفلور تول تول مطروز و بحال اون جوب. بحال اون جوب اون فلور من التحت. بحال جوب. لبتها. فريمون كتنحف لا سيلويت ديال جات مع ايمان. هاد لاكوب كتقاد لا سيلويت. كتقاد لا سيلويت. زينب بنت صالح انت كنظن بان درتي فريمون دراسه ديال توسكي موديليزم يعني كدير داكشي توسكي فينيسيون من يعني كترسم كتقطع تتفصل ولا شنو؟ كنرسم كنرسم كنفصل كن كما نرسم لي موتيف ديال الطرز اوسي كنتفع الخدمه. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. على دوز على الكروكي الكروكي كنكونوا اي فوز دو نجاة انت كتكوني معاها باش الكروكي كنقولوا وي داكور اون باس اون باس با فهمتيني على حساب وكتختاري معها الاتواب في نفس الوقت. نعم تبارك الله عليكم. الله يبارك. لا تشوي كتختاروا نجاة بكتيريا حيت هي اللي عندها درايه الاول مع التيسو مع عاد باش تتسوي على حساب لو كروكي وكان الوغ هادي سي اون توني اللي فيها لا كاب ديالها سي سي بحال اون فيست كاب فيست كاب سليهم مودرن ها وكاين البروشي دو سوا لو تول كاين هنايا عندنا ساتان دو سوا في القفطان هنا 3 بياس تكشيطون 3 بياس لتحتي كافطون سوا الفوقي بروشي فيه ديك دي بوند ديال الفلوغ سي هذاك لو طرافاي ديالنا الفوق تويل مطروز ومنبت و لو بيست الفوق هذاك ساتان دو شاز حتى هو مطروز ومنبت. تبارك الله عليك زينب ونجاة عراب اللي جيتونا من مدينة الرباط وكنظن بان نقدر نبي تفضلي نوريهم نشوفوا اللبسه ديالك لانه من بعد هاد اخر لبسه اللي مقترحين علينا في هاد العرض هذا سي اون كاب اللي درتي من الفوق ودي تليجة بلدية تليجة وساتان دو سوا حتى هي مطروزة حتى هي مطروزة الطرز الرباطي انا حتى المجوهرات وكان كنشكروا لان صفاء ريان لان دائما كتساهم معنا في المجوهرات وكت ما شاء الله تما بلديين على كتمشي معنا طريقهم كتمشي معنا حتى هي كتمشي معنا دائما في هاد في نطاق ان نبقاو دائما في اللباس التقليدي المغربي قفطان المغربي. وانا تكلمت للمشاهدين كلهم على اللبسه ديال اللي لابسه ليلى حديوي فنشوفوها حتى هي وتكلمونا عليها كيفاش حيت عجبتني الرشمه اللي فيها جديده هذا الشيء اللي تتكلموا فيها. هذا الموتيف ديالنا سبيسيال هنايا كاين دو تيشيت هما القفطان ساتان دو سوا التفينه موسلين جورجيت مطروزه بالطرز الرباطي. تخي جولي الله يعطيكم الصحه وتناسق الالوان ما شاء الله عليكم. ربي يخليك. تخي جولي. سميره نتمنوا مع جليل اللي فريمون تخي تخي بال هاد اللبسه بلو فلور وبالقميجه اللي بالكول. حتى القميجه انتم اللي مصوبين. نعم جابا دور هذا الفلور. هذا الشكليه ديالتنا من الرجال باش ما يحسوش انهم كيلبسوا غير جلابا يقدروا يكونوا مريحين في القويميجا والجبادور ديالهم ويكارد البنطلون ديالهم مودرن. وي ما شاء الله عليكم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك سميره وشكرا للعارضات اللي جاوا هاد النهار جاوا معنا وشكرا لكم انتم اللي جيتونا من الرباط زينب بن صالح ونجاة عراب. شكرا لكم تبارك الله عليكم والى
موسم جاي ان شاء الله. ان شاء الله. والى الرباط سنعود بعد قليل مع الضيوف ديال ليلى الشوي.